السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على المنتخب الوطني، يعني الشباب، يعني وين من اجل التدارك والتآهل، وين خسروا بنتيجة ثقيلة امام يعني الهزيمة غير متوقعة رغم نقص العددي تاع لادفيرسير، لكن ما داركوش يعني ما استغلوش النقص العددي، ما استغلوش خسروا بربعة بواحد، يعني هزيمة نقولوا ثقيلة، ربما تكون العودة قوية وتسجيل أهداف يعني من أجل التأهل، ينجموا يعني وقيلة 3-0 بالك نماركو 3 لازم وقيلا ماركينا 3-0 وقيلا نفوتو، واه خاطر هدف ينحسب زوج 3-0 بالك نفوتو. وين يسعى المنتخب الوطني لفئة أقل من 23 سنة اليوم لرفع التحدي وتحقيق الفوز الكبير والعمل على تقديم مستوى عالي جدا، حيث سيلعب بعزيمة كبيرة لتعويض الهزيمة الذهاب 4-0 أمام نظيره جمهورية الكونغو الديمقراطية، عندما يستقبل هذا الأخير بملعب 8 ماي 45 بسطيف بداية من الساعة 6 مساء لحساب إياب الدور الثاني التصفاوي المؤهل لكأس الأمم إفريقيا 2023. إن شاء الله لازم يفوزوا ويتعمل التشكيلة الوطنية والتي انهزمت بنتيجة 4-1 أمام منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في لقاء الذهاب من تصفيات مؤهلة لكأس أمم إفريقيا إلى قلب الطاولة وتحقيق أحسن نتيجة لأجل اقتطاع تأشيرة التأهل إلى الدور الثالث والأخير. يعني والله لا كارثة كنت نهزمه، والله العظيم كنت قصاو، يعني كارثة كبيرة، والله لا عيب كبير. أنا ما نجمش ننتقد مدرب خاطر على بالنا واحد اللاعبين جابوهم حطوهم للمدربين، راه وين الحمد لله راه سقسو صلاتني كيفاش سقسو هذاك تاع الايديسات كيفاش جابوا له لعابه، صورتو هو بروحو هدر جبنا لعابه جدد حطيناهم، لعابه شكون اللي جاب ملكهم كيفاش نتوما لعبتو كيفاش، سمحوا لي بان غادي نخرج الموضوع، يعني قبل لا ندخلوا في الموضوع ماذا بكم اعطونا جيم كومونتير وبارطاجيو لنا الفيديو وما تنساوش ابونوا معنا في القناه تاعنا شوبير ديزاد. وين نعاودو نولو ماذا وين تشوف كيفاش على بالك تاع الايديسات وين دار تصريحات، استهدر تصريحات وين قال لهم جبنا لعابه جدد، لعابه جدد شكون اللي جابهم لك؟ شكون هو اللي جابهم لك لعابه جدد؟ شكون؟ انت جبتهم انت تعرفهم؟ لعابه انت على رقبتك انت اللعابه تاع الايديسات تعرف اللعابه جدد؟ على ما تخدمش مع اللي جبت بهم كوب دارهم؟ خدم مع هذيك المجموعه طلعها. على بالك حنا باللومي ماجر، يعني كاين واحد اللعابه من رزقان هذو كيطلعوا طلعوا من الكادي وجاو طالعين بها، اللي زادوا معاه في لي جينيور اللي زادوا معاه في لي سينيور وطلعوا بها، هذيك اللي كيب تاع الخطر فاندو هذيك طلعوا بها، يعني من الكادي طلعوا بها من الكادي، لازم تخدم كيما مشي تعاود تفركتها. جابوا لنا لعابه جدد، شكون لا شكون اللي جاب لك؟ انا على بالي شكون اللي جاب لك لعابه جدد؟ انا نعرف شكون، خاطر كاينه وكاله في باري، كاينه وكاله تاع لعابه في باري يجيبوا من الفئه يا خلونا نخدموا، سكتوا علينا خلونا نخدموا، الله يرحم الشوابين هذه الوكاله والله لا بزاف، والله العظيم راكم تتبعوا مشي في ناس في واحد اقسم بالله العلي العظيم إلا راتكم تحت أرطال الأرض، لا تكوين لا منتخب، نهار اللي الناس توخر من هذا المنتخب أقسم لكم بالله 30 عام باش نعاودو نردو رسالنا، عقلوا عليها مليح، راني نقولكم عقلوا عليها مليح، عقلوا عليها مليح، راني نقولكم والله 30 عام باش نردو رسالنا، يقولوا يكاليفو 20 إيكيب بالك ما تروحش معاها، بالك غلط. وين عاودوا نقولوا نتكلموا على المنتخب تاع ايفان تروا، وين قال الناخب الوطني نور الدين ولد علي في تصريح يعني في هذا الصدد، المنتخب الوطني جاهز لمباراه اليوم امام منتخب
جمهورية الكونغو الديمقراطية بمعنويات يعني اللاعبين مرتفعة والشباب عازمون على رفع التحدي والتدارك الموقف من خلال تقديم مجهود ومستوى كبيرين لأجل العودة وتحقيق النتيجة الإيجابية في مباراة وخطف بطاقة الصعود إلى الدور المقبل، وهي المهمة التي يسعى إلى تحقيقها الجميع إن شاء الله بربي. يعني دروك راي عند اللعابة ما استغليتوش النقص العددي، هما ناقصين مركاو لكم الرابع، حطموا على بالك كي مركاو الرابع تحطمت الدعوة، يعني أوم واكو شوية تروا دو تجي تحك على الله، كونوا رجال، يعني لازم تكون في 10 دقائق، في 10 دقائق الأولى على بالك اللي قلت لكم 10 دقائق الأولى لازم تكونوا هازين الشبك، يعني بازو ديريكت على 10 دقائق الأولى. ولبلوغ هذا الهدف يتعين على زملاء يعقوبي أمين التوخي الحذر الشديد أمام منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي ليس له ما يخسره، سيبذل كل ما لديه من قوة للحفاظ على النتيجة المحققة في مباراة الذهاب من أجل اقتطاع ورقة التأهل. ويمكن القول أن المأمورية في هذه المواجهة شاقة وعسيرة بالنظر للنتيجة المسجلة في لقاء الذهاب، حيث يبحث أشبال والدعلي عن تجاوز التعثر في مباراة الذهاب وخطف الفوز من ضيفه من أجل حسم ورقة العبور إلى مرحلة الختامية من تصفيات الإفريقية. ولمح المدرب والدعلي إلى أحداث بعض التغييرات على مستوى التشكيلة التي سيبدأ بها المباراة، وهذا بالنظر لطبيعة يعني المواجهة والتي سيعتمد فيها على اللعب الهجومي بدرجة أولى لأجل تسجيل أهداف من جهة، ومن جهة أخرى بسبب الإصابات التي تعرض لها بعض اللاعبين خلال التحضيرات التي أجراها المنتخب منذ التحاقه بمدينة سطيف، على غرار الثنائي كسيلة بوعلي ودريس عبد الحميد والذين تم تعويضهم بعناصر أخرى تحسبا لهذه المواجهة والتي ستكون حاسمة بالنسبة للمنتخب الوطني في سبيل تحقيق التأهل إلى الدور الأخير، داعي بمناسبة الجمهور الرياضي للوقوف خلف المنتخب الوطني في هذه المباراة وتقديم تشجيع والدعم المعنوي لأجل تحقيق المبتغى. للإشارة قام الطاقم الفني الوطني بتصريح 3 لاعبين مثل ما تم الاتفاق عليه مع أنديتهم قبل خوض هذه المواجهة، ويتعلق الأمر بيانيس قرموش يعني كيف شارتور الفرنسي، وتوفيق شريفي نادي الإفريقي التونسي، ومحمد بكروم فارادو، وتعويضهم بياسين زغدا نجم مقرا فيصل بالقاسم وإسحاق بوصوف شباب بالوزداد. إن شاء الله بربي احنا الحاجة اللي نتمناوها وين تكونوا يعني في المستوى وتقدموا لنا يعني مستوى كبير، يعني شوف والله العظيم يكون إقصاء ونشوفوكم بذلتوا مجهودات كبيرة، أقسم بالله نستعرفوا بكم، لازم تقدموا مجهود، لازم نحسوا باللي قدمتوا مجهودات كبيرة، هذه اللي نتمناوها إن شاء الله منكم. نتمناوا إن شاء الله بربي هذه اللي نبقاو يقول لك باللي تمشي تمني لازم تربحوا. أوا شو بين أديداس، ما تنساش الأديداس يا ودي، أديداس غادي تطرطق، غادي واحد الأسماوات لوكير يسموهم لوكير تاع كي داير غادي يطرقو، أديداس تاعي غادي تجيك، أديداس غادي يصرى لها كيما الأفير تحدد، سوف تنباهرون، عقلوا على 88 مليار، عقلوا على 88 مليار. في ضرب قياسي 88 مليار تاع اديداس، وعقلوا عليها مليح، وعقلوا شكون اللي جا ودار وقال لهم زيدوا 6 بابغاش يعني الاديداس يا ودي غير امور خليها ماشي، انا اللي بغيت نهضر بصح نسكت خير. المهم ربي يوفق الدراري تاعنا وصحيك، هذه هي اخويا
بلا ما تنساو اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو باش دايما معكم بجديد، واللي مشي بابوني ابوني معنا وربي يحفظكم خاوتي صحيتو.